السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بداية هل أنتم صلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد والذي من خلاله هشارك معكم آخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري وما هو قرار الكاف الرسمي حول نقل هذه المباراة بين المنتخب الوطني الجزائري وأيضا منتخب الكوت ديفوار إلى ملعب آخر، وأيضا من سيكون حكما لهذه المباراة بعد الفضيحة التي عينتها الكاف لنا بطبيعة الحال، وعينت لنا حكم مرتشي غريب الأطوار مثل ما أكدنا لكم سابقا جوشوا بوندو. راح اشارك معكم من هو البديل، لانه الكاف رسميا قبلت يعني طلب المنتخب الوطني الجزائري، ولكن قبول طلب المنتخب الوطني الجزائري لم يكن كاملا. راح اشارك معكم جميع التفاصيل، فاذا كنتم تشاهدون للمره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا. طبعا يا زي الكرام، يعني ليله امس صارت فضيحه صراحه بتعيين الحكم جوشوا بوندو، وايضا الفاف احتجت من اجل عدم تعيين هذا الحكم حكما لهذه المباراه. هذه النقطه راح نتكلم عليها بعدين، ولكن حاليا بغيت نتكلم عن ارضيه الميدان. ايضا الجماهير الجزائريه فضحت كاس امم افريقيا وبطوله كاس امم افريقيا هذه بسبب ارضيه الميدان، وحتى اعلاميين كبار اعزائي الكرام يعني جاوا على المنتخب الوطني الجزائري وقالوا هذيك مش ارضيه ملعب، هذيك مش ارضيه ملعب، بهي لعب كره القدم، هذيك زريبه اكرمكم الله، زريبه يعني او ارض خصبه صالحه للزراعه. انا هكذا نشوفها، انا هكذا نشوفها عزيزي الكريم. فالأرضية كانت سيئة، وأيضا الفاف احتجت للكاف وقالت لهم لازم نقلوا هذه المباراة إلى ملعب آخر، وهذا ما اتخذ بعين الاعتبار. والكاف ليلة أمس قالت من لأنه غدا راح يكون اجتماع بين الكاف واللجنة المنظمة لهذه البطولة، بطولة كأس أمم أفريقيا، لكي نتخذ القرار الرسمي، والقرار هو الرفض، رفضوا أعزائي الكرام الطلب الذي تم يعني طلبه من طرف الفاف إلى الكاف. رفضونا الطالب، وذلك حسب قنوات بي سبورت الظاهرة أمامكم التي أكدت لنا قائلة اللجنة المنظمة للكام يعني تقرر رسميا إقامة مباراة الجزائر والكوت ديفوار بملعب جابوما بطبيعة الحال نفس الملعب في دوالة، وعدم نقل المواجهة إلى ملعب آخر. يعني هنا نفهم باللي أنه بما أن الكاف وأيضا الاتحاد يعني الكاميروني لكرة القدم والبلد المنظم لهذه البطولة اجتمعوا باهي يدرسوا يعني إمكانية نقل هذه المباراة، إلا وأنهم راهم عارفين باللي أنه الأرضية سيئة، راهم عارفين باللي أنه الأرضية كارثية، رفضوها أعزائي الكرام بدون أي يعني تبرير. لازم تلعب في ذاك الملعب، كونترا عليك زكارة، لازم تلعب المنتخب الجزائري لازم يلعب في ذلك الملعب. ها قولوا لنا من الاول، يعني هني ونا ما بتبقاوش تيرونا كيما هاك، كل مره نشوفوا فضيحه، كل مره نشوفوا حاكم سيء ضد المنتخب الجزائري، كل مره نشوفوا ارضيات سيئه. حنا كرهنا من الارضيات السيئه، علاش المنتخبات الاخرى لا تعامل مثل ما يعامل المنتخب الوطني الجزائري؟ نورمالمون كان جات الهضره تاع الساعه عزاز الكريم، نورمالمون المنتخب الجزائري هو اللي قدموا له كل ما يعني كل الحكام العالميين والارضيات الجميله والعالميه، مش العكس. رانا نشوفوا العكس، رانا نشوفوا الفضيحه، ما راهمش مقيمين بطل افريقيا صاحب اخر نسخه، ما راهمش مقيمين سلسله لا هزائم اللي بطبيعه الحال كان قدروها 35 مباراه بدون هزيمه، ما راهمش مقيمين هذه الاشياء، راهي غايدتهم. بغينا المنتخب الوطني الجزائري يخرج من الدور الاول، وبما انهم داروا هذا الاجتماع راهم عارفين باللي انه الارضيه غير صالحه لكره القدم، بل صالحه للزراعه، ارض خصبه هذه. وطبعا كما تشاهدون هاي الصور الظاهره امامكم التقطت ليله امس اعزائي الكرام، هذه ارضيه تلعب فيها، هذه الارضيه يلعب فيها بطل افريقيا، الفضايح هذه فضائح يعني بمعنى الكلمه. وقال عندنا مصادر اخرى صرحت قائله مصدر من الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف يكشف يعني لاحد المواقع في الجول ان اللجنه المنظمه لكاس امم افريقيا تدرس غلق ملعب جابوما بسبب شكوى اطراف عده من سوء ارضيته. وقتاش راح يتبلى؟ حتى تخسر المنتخب الوطني الجزائري امام منتخب الكوت ديفوار. هم راهم باغيين هاك، راهم عارفين بلي انه ارضيه الميدان سيئه، شافوا العديد من الاحتجاجات ولكن رفضوا باه ينقلوا مباراه الجزائر والكوت ديفوار الى ملعب اخر. هم راهم باغيين الجزائر تخسر وتخرج من البطوله، باه من بعد عادي بدي الاشياء الرسميه وايضا الملاعب الجديده، هذا الملعب ما يزيدوش يلعبوا فيه، فقط داروه للجزائر وفقط، بطل يعني افريقيا سنه 2019، غاضتهم. طبعا عندنا خالد بيومي احد يعني اشهر المحللين والاعلاميين في مصر صرح قائلا ملعب مباراه الجزائر لا يصلح الا لراعي الغنم، مستحيل يكون ملعب كره القدم. يعني مش احنا فقط رانا نقولوا هذه الاشياء، باه تقولوا راكم تخدموا بالعاطفه. يعني اللي راه يضحك على هذه الامور يروح هو يلبس السولي نتاعه والتوني نتاعه ويلعب في ذاك الملعب، يلما بليسيتش ها وجهي. صراحة عار، تنظيم زيرو في افريقيا، وايضا يعني شفنا فضائح كثيرة، وايضا ما كاينش تهيئة، اللاعبين ما عندهمش الراحة التامة في يعني في الفنادق الخاصة بهم،
صراحة الفضائح يعني كثيرة، والفضيحة الكبيرة هو أن تقنيات الفار لا تعمل يعني في المنتخب الوطني الجزائري أو مباريات المنتخب الوطني الجزائري مثلما أكدت لنا قنوات النهار. وطبعا عندنا إيكيكي، هو الذي هو عضو اللجنة المنظمة للكان في دوالة، صرح قائلا أعزائي الكرام: مباراة الجزائر والكوت ديفوار ستلعب في ملعب جابوما ولن تنقل إلى أي ملعب آخر. لا أنكر أن وضعية أرضية الميدان تدهورت عقب المباريات الأخيرة، لكنها ستكون جاهزة يوم الخميس. يعني عن أي جاهزية تتكلمون؟ راكم تتكلموا عن جاهزية مثل ما لعبنا فيها أمام منتخب سيراليون؟ هذه هي الجاهزية اللي أنتم راكم تشوفوا باللي أنها جاهزة لاحتضان مباراة دولية رسمية تحت أجندة الفيفا؟ هذيك مش أرضية جاهزة، هذيك أرضية كانت صالحة للزراعة، صالحة تغرس فيها البطاطا نورمال وتنبت ويعني ويكون إنتاج وفير، مش بتلعب كرة القدم. صراحة فضائح بالجملة، وكلهم ضد المنتخب الوطني الجزائري، الحكام ويعني. والفضيحة الكبيرة الفار ما خدامش، والفضيحة الثانية هو أنهم جابوا لنا جوشوا بوندو لولا تدخل الكاف، ولكن الكاف في هذه المرة قبلت يعني طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم وعينوا لنا هذا الحكم الظاهر أمامكم الذي هو يعني اسمه باكارا قاسما، عين حكما للقاء الجزائر والكوت ديفوار يعني في الأيام القليلة المقبلة يوم الخميس. يعني هذا الحكم هو اللي عينوه لمباراة الجزائر وأيضا منتخب الكوت ديفوار. طبعا تكلموا عن هذا الحكم مشوار باكارا يعني قسمه، ولد هذا يعني الحكم بغامبيا بطبيعة الحال يوم 10 فبراير 1979، وحصل صاحب يعني ال 41 سنة على الشارة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سنة 2007. يعني من سنة 2007 تحصل على يعني شارة الحكم، وبطبيعة الحال يعني كان حكما في العديد من المباريات في كأس أفريقيا وفي المونديال، يعني عنده خبرة. ولكن رغم كل هذه الأشياء رانا نشوف تحكيم كارثي، والله يجيب لنا حكم أفضل حكم في العالم راح يعني يكون أخطاء ويكون كولسة، وأيضا تقنية الفار ما راحش يرجعوا لنا، لأنه تقنية الفار مثل ما فجرت لنا قنوات النهار يعني قنبلة من العيار الثقيل. قال لك باللي أنه في المباراة اللي جمعت بين غينيا الاستوائية والجزائر حكم المباراة يعني ما راحش لتقنية الفار لأنها كانت معطلة حسب مصادرهم الشخصية. فلو كان يجيبوا لنا أفضل حكام في العالم يعني راح تكون كولسة، وأيضا تخسر يعني يا إما بالبطاقات يا إما بالغش، حاجة باينة ما راحش نجيبوا حاجة من وحي الخيال، كل شيء عايشوا معه حاليا. وأيضا صالح بيع عبود صرح قائلا لأنه بالماضي قد تكلم مع الكاف في بداية الأمر قبل البطولة باه يعطوا له حكام في المستوى، ولكن الكاف دائما راهي رافضة يعني طلبات الكوتش جمال بالماضي. بالماضي كان متفضل لهذه النقاط منذ قبل بداية هذه الدورة، ولكن الكاف دائما كانت ترفض طلبات المنتخب الوطني الجزائري للأسف الشديد. والفضيحة الكبيرة صالح بيع عبود أكد لنا اليوم باللي أنه الكاف ما خلاتش اللاعبين والمنتخب الوطني الجزائري يتدرب على يعني الساعة التي كان معتاد عليها، وأيضا فرضوا عليهم يتدربوا على الساعة الرابعة مساء. اليوم على الساعة الرابعة الحرارة راح تكون مرتفعة، راح يتدربوا في حرارة شديدة. فما تقولوليش أنه ما كانش مؤامرة عزيزي الكريم، كاينة مؤامرة واضحة كوضوح الشمس للأسف الشديد. ننتقل أعزائي الكرام الآن إلى الخبر الموالي والذي يتعلق بقرار الفاف، وأيضا يعني تقريرها الرسمي في موقعها الرسمي والتي كذبت جميع الشائعات باللي أنه يعني الاتحاد الجزائري والمنتخب الجزائري لم يجلب ولا راقي للمنتخب الوطني الجزائري به يطرد الأرواح مثل ما أكد لنا الموقع الرسمي للفاف، وقائلا باللي أنه الفاف تستنكر وتدين هذا النوع من الشائعات التي تضر بصورة فريقنا الوطني. يعني كلش خرطي في خرطي، ما تأملوا ولا شيء زي الكرام، ما كاين ني راقيني والو. تقولوا لي العين ممكن، ولكن ما تقولوا لي السحر ما تدخلوش للراس، لأنه كاين بعض المنتخبات وبعض الدول الأشهر في السحر وعندهم السحر الأسود وما حققوا ولا بطولة كأس أمم إفريقيا ولا أيضا كأس العالم. يعني السحر خلوه على جنب، ولكن ما تقولوا لي العين، العين نعم العين حق زي الكرام، ويعني كي تقول العين يتقبلها العقل، ولكن بقى تقول لي السحر لو كان يستعملوا السحر في كرة القدم أعزائي الكرام، لو كان يعني منتخبات راكم عارفينها أعزائي الكرام عندهم السحر الأسود وكان راهم تأهلوا إلى المونديال وفازوا بالمونديال شحال من مرة، مش راهم حاليا يعني ينافسوا بطبيعة الحال في المباراة الفاصلة. على كل حال نشارك معاكم حاليا الخبر الأخير والموالي أعزائي الكرام والذي يتعلق بجوائز دباست وتصويتات الكوتش جمال بلماضي الذي فاجأ المصريين. طبعا كيف فاجأهم؟ فاجأهم بمفاجأة سارة حيث اختار كل من يعني كريم بنزيما كأفضل لاعب أول، وأيضا اللاعب الثاني هو محمد صلاح.
بالماضي كانت هذه اختيارات، وكما تشاهدون هنا في الصورة الظاهرة أمامكم كانت هذه اختيارات الكوتش جمال بالماضي. وبطبيعة الحال شفت العديد من التعليقات من الإخوة المصريين كامل كانوا فرحانين بتصويت الكوتش جمال بالماضي على محمد صلاح. كان هذا فيديو اليوم، أخبرونا أراكم في صندوق التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.